السلام عليكم. خلونا نرسم زي مظلة للمكان بتاعنا. المظلة دي ممكن تكون مثلا الناس هتقعد تحتيها، او مثلا مظلة للعربيات، الحاجات ديت. دلوقتي اول حاجة اعملها هقول له ان انا عايز استعين بالورك بلان. هرسم ريفرنس بلان كده واسميه ايه مثلا، وبعد كده هقول له ان انا عايز ارسم شكل موديل ان بليس، وبعد كده هقول له ان انا عايز مثلا اختار نوع كولوم مثلا. اوكي، طيب هقول له ان انا هرسمها على هيئة ريفولف، هرسم شكله واخليه يلف حوالين حاجة معينة، واقول له ان انا عايز ارسم على الاي. طبعا لما ترسم على الاي يبقى انت كده محتاج ان انت ترسم على الاليفيشن. هيقول لك نورث او ساوث، اقول له ماشي زي ما انت عايز اهو. طيب ونبدأ بقى نرسم الشكل بتاعنا. ممكن مثلا ترسم حاجة بالشكل دوت. مظلة بالشكل دوت، وتطلع بقى حتة صغيرة كده. وبعد كده ممكن نرسم مثلا لاين. وممكن نعملها على اي ارك بالشكل دوت، حسب ما انت حابب تصمم بقى شكل الجمال بتاعك. نعمل حاجة بالشكل دوت، تمام. واقول له الاكس لاين بتاعي اللي هو الجزء دوت، واقول له اوكي، فيبدأ يعمل لي المظلة بالشكل دوت. تعال نشوفها في 3D. حسب التصميم بتاعك بقى ممكن تدخل بقى على ليفل 2. طيب هنا في ليفل 2 بيظهر عندي ديت المظلة ديت. طيب ممكن ندخل بقى على الفيو رينج عشان نشوف المبنى من فوق خالص، او ممكن نشوفها من السايت بالشكل دوت. اعمل ده كوبي من هنا لهنا، واعمل برضو كوبي من هنا لهنا بالشكل دوت. هنشوفها في 3D، تطلع معانا المظلة بالشكل دوت.